شي العجل بحال موكلي صافي صافي تدي دير ليها بحال هكا صافي صافي موكلي صافي بغينا نصاكرو بغينا نوريو هاتي حريطة صباليونية السلام عليكم ورحمة الله إخواني الكرام متتبعين قناة تربية الغنم في إسبانيا معكم عبد المولى ما شاء الله دابا راه الساعة 8:30 ما شاء الله صباحا غادي نخرج الغنم إن شاء الله ترعى بإذن الله إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش خدمة زورو تبارك الله تيدير وهذا زورو راه من السلالة ديال فوردور كولي إخوان راه بعض الإخوان اللي متابعين القناة راه عارفينو عارفين هاد السلالة ومتابعين معايا من نهار يلاه جتو باقي صغير دابا راه عندي شي مدة ديال 3 شهور راه كاينين فيديوهات الفيديوهات ديالو ملي يلاه جتو ما شاء الله الدرب بدات يبين الخدمة ديال البوردور كولي ديال هاد السلالة هاد هو تبارك الله ما تيزقاش بحكم بحال مونكلي وغادي تيبقى يدور على الغلم فرفارة ما شاء الله بالنسبة للإخوان التدريب نتاع الكلب على الرعاية ديال الغلم طريقة باش لو بغا تدرب الكلب على الغلم تدربو ماشي كلب تيكون عندك اللي هو فيه مدرب او كاع لما عندكش تتشدلو شي نعجة بحال موكلي صافي صافي تدي دير ليها بحال هكا صافي صافي موكلي صافي بغينا نصاكرو بغينا نوريو بحال هكا فيرة بحال هكا تدير ليه بحال هكا تتشد نعجة بيدك بحال هكا تبدا تحرش عليه ايوا موكلي ايوا مع قلت لي حبس ايوا موكلي ايوا قلت لي دابا حبس عرفني بلا راه بغيت نتفلى تيشوف فيها تيبقى يشوف فيها ولكن من تيكون صغير صافي اسيري سمحيني انا بغينا نديرو بك فيديو اي موكلي موكلي ايوا هذه هي الطريقة صافي 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 موكلي تنور الشمس واخا تشوفو هكاك راه متتاكلهاش هي بزاف هي راه فيها حال مذاق شكل تنور الشمس تبارك الله راه بدات تدير في الزريعة كاينين شي بعضينا طيحوا هاد الورقة الصفراء كاينين شي بلادات طيحوا الورقة الصفراء هي راه بدا متاكل ليك الغلم النوارة هاد المونكلي ما شاء الله راني جتو علمتو انا هاد المونكلي جا صغير علمتو مونكلي ناضي تبارك الله اما زورو تيبقى يدور على الغلم زورو غادي يطلع ناضي حتى هو وهاد الماركة هادي راه تتعض الغلم خاص الواحد اللي بغا يخدم به يكون راض ليه البال إن فوا يشدها تقول لي زقا ما قالش لي زقا راه يكرفصها لا خليتو زعما كيبغى يسير يرد راسو اما زورو شو تيبقى يدور زورو ما تيزقاش اجي زورو مع دابا هاد 3 ايام ما خرجتوش كنت ندير ليه الدواء فيه واحد الجرحة وما قال الكلاب علاش حنا دايرين 4 5 الكلاب واحد يتسائل يقول يديرها كلب بارك عليه لا راه تيتجرحوا من رجليهم تجرحهم واحد الحسكة تنقول له حنا الحسكة ماضي تدخل لهم ما بين الظفار ديالهم وتيتجرحوا اجي زور هو تيضرب زيد اجي زيد لحالك زيد نحك لك راسك ما تخافش سكي راه مجروح ما تنبغيش نوري هادشي ديال الجرح راه عندي كاين مونكلي وكاين زورو وكاين الروسة راه حادقة الروسة حادقة وكاين ولدها راه تبارك الله راه والدة واحد الوليد راه سميتو باقيرة ما شاء الله وكاين عندي تاني بوبي دار راه رجلو وكاين باتمان اللي عمري ما درت ليه شي فيديو باتمان لاش تقول باتمان هو تيدير واحد المشي بحال العود ديال السناح زوين واحد الكلب باقي داك باتمان فيه الجرح داك مربوط هذاك تي يبقى مربوط فيه واحد الجرحه ما بغاش تبرالو
داكشي باش تنبغيش انا نصور هادشي ديال الجرح الحساب الناس دابا ما عارفينش يقولك داوي وحنا تنداوي تندقوا لي البريوات باش نتفادى انا هادشي ديال التعاليق الواحد اللي ما تيشوفش الخدمه حنا اللي تنديروا معاهم تنتمحنوا معاهم وراه ضروري خاص تمحل معاه حتى هو راه ممحل معانا تمام ساكن ممحلين معانا ومعاونيننا الصراحه ما شاء الله تيتسنطر وكاين حشور حشور هو الحمار تبارك الله حتى هو راه دريسيتو ولا تيدخل وسط الغلم لا بعدت عليه الغلم تيجي يجري الراس وتيدخل وسط الغلم ولا ما تيبقاش تيقي يبقى بوحدو بقاش دابا الكلاب تيشوفهم تينبحو على الغلم ولات عندو تا هو ديك الغريزة في راسو خاصو يبقى مع الغلم ينفو يبعد عليها على صيفط ليه ما ونكلي ليامات الاولى بداو تينبحو عليه الكلاب صافي هو يولف يبقى مجمع مع الغلم ملي تينبحو عليه تيردوه مع الغلم عارف راسو دابا راه خاصو يبقى هو مع الغلم تبارك الله راه كاين الحال سخون دابا كما تشوفوا شهر 4 يوم 5 شهر 8 يوم 5 2020 الصيف ما شاء الله تحيه الاخوان ومرحبا بكم في القناه ديال تربيه الغنم في اسبانيا معكم عبد المولى مغربي من دار بلاد الزيدوح هنا واحد في قيم صالح زورو كما شفتوها هو تيبقى يدور وتيجي لهاد جناب البادو تيوقف تيحدي دابا بحال طلعت شي وحده راه يردها هو راه باقي صغير شي بحال مونكلي وهادي ها تتبقى تصيد هادي راه في الحقيقه راه ما خداماش للسرح هادي راه ما خداماش للسرح تتبقى تصيد وتبدا تنوض شي حاجه تتبع مونكلي لا نوضت شي رنب تتبع الرنب وتتبع مونكلي زورو تا هو تيولي يبغي يتبع شي زورو ما تيزكاش مازال باقي صغير شو راه تيخاف مني حقاش درت تندير ليه الدواء راه كنت رابطو هذيك 3 ايام نتجرى فيه من الجرح سربطو تنبدا نخرج بالواحد بالواحد ضروري خاص الكلاب يكونوا عندك ربعة ولا خمسة واحد الواحد راه كنت معاه في سودة دريات خدام معاه عندو 12 كلب اللي عنده كل واحد مربوط في جهة كل كلب مربوط عندو تجيب ليهم الماكلة ديالهم تا هما خاص راه عندهم الإخوان الماكلة ديالهم خاصة بينسو تنقولو لها البينسو هو العلف ما عندهمش هما داك اللحام والعظام ولا خضرة الشيطان ولا لا هما تيعطيهم هما تيجيبوني مطون في سيكان طون ديال العلف ديالهم في سيكان كل ساك تيوزن 30 كيلو وبالنسبه للاخوان تنشوف الفيديو اللي درت ديال النسر بوعميره اللي رديت العش نتاعو تقول لاش ما عطيتوش يشرب خوتي هذيك النسر راه ما تيشربش الماء راه تياكل اللحم هو من داك اللحم تيشرب الماء مثلا كنا راني عارف انا راني عارف قلت لكم وانا مدوس هادشي ديال الطيور رئيس الجمعيه نعرفكم كاين اللي ما عارفش داكشي باش ما عطيتوش انا الماء واخا نكون نقدر نعطيه الماء تسبب لي شي حاجه نكب عليه ولا شي حاجه تسبب لي شي حاجه هو راه غادي يجي والدي غادي يعطيه ثاني شي حمامه ولا كريكير ولا جوج ديالو اللحم ديالو راه هو تيشرب من داك اللحم الماء وسبحان الله العظيم ربي يخلق ما يشاء تحيه لكم الاخوان ان شاء الله في المكان الجديد ان شاء الله شوف تبارك الله جو رائع ما شاء الله نصور لكم واحد الجزائري سولني قال لي واش هاد نوار السمش تسقيوها ولا بوريه هذه بوريه خويا ما عندهمش هما كاع السقيان بوريه ما شاء الله كلها بورياد ما عندهمش ما تيسقيو الاراضي الفلاحه كلشي ما ديال الشتاء الله تبارك الله نوريك راه مشقب بالماء تبارك الله شبعان الله شبعان بالماء دوك الدزازه اللي تيدزو الغلم كاع طبعو كاع جرحو الغلم دابا راه كل صباح تنبقى نداوي فيها واحد نص ساعه الغلم اللي طبع اللي داويتها تنطبعها اللي داويتها تنطبع كاع اللي شوفها مطبوعه من ظهرها راه فيها شي جرحه شو هذيك تاهي يضربها من اللور الدزاز ديك الماكينه راه ماشي ساهله ديك الماكينه باش تدز الغلم
ودابا هاد الحال سخون ما تتبغيش تبرع، وكاينه واحد الدبانه تجي تدير الريمو فيها الدود، واحد الدبانه سبحان الله العظيم كتكون هازه الدود وشت ولدو تتحطو في ديك الجرحه، وداك الدود تبدا ياكل في ديك الجرحه تيكبر يقدر يخرج من الجهه الاخرى. بحال دابا مثال الا دارت لي دارت لها الدود هنا في هاد الديل من هاد الجهه راه يخرج من الجهه الاخرى، راه تيتقب هذاك الدود غادي هو ياكل، يقدر يدخل ليها حتى لصارن. لو كانت هنا جرحه عندها في كرشه من اللور داك الدود راه تيدخل تيقول ليه هنا القوسانو. تنديروا ليها واحد فليتوكس بحال فليتوكس باش يموت داك الدود، واحد الساعه ولا ساعتين من تيموت تنخرجوه باش نديروا ليها واحد الكريمه وهذيك الرشاشه بالخضر ديال الدواء. تحية الإخوان، مرحبا بكم مرة مرة إن شاء الله. تنحاول نغير فيديوهات باش ما تملوش من هذه القناة. نشكر الإخوان المغاربة، الله يجازيكم بخير على الدعم تاعكم والتعاليق نتاعكم. بالنسبة للإخوان التعليق لي واخا ما ترش الإخوان راه ضروني عينيا بالكتابة لما نبقى نكتب، هي راه تنقرا كاع التعاليق. الله يرحم لكم الوالدين اللي تتعلقوا وتتكبروا بيا، شكرا تنقراهم كاملين. راه كلشي تندير ليه تبارك الله، تندير ليه لايك اللي يكتب شي تعليق. غلبت تبارك الله جايه زاويه مزيان، ضروره ما تيزقاش على تيبقى يدور. دابا بحال دابا زوين الصرح ما كايناش فلاحه كثيره، كلشي دابا كاين الحصاد الغنم غاديه مزيان. شهر جوج واحد بنت تبدا شويه الصرح صعيب، كلشي تيحرض كلشي تيزرع كتولي خاصك ترد البال الغنم. هي تبارك الله انا ما عنديش كثير، عندي قليل انا واحد 400 350. هذا الشيء باش تعجبني انا الغنم تكون قليله، كانت كثيره شويه تكون فيها الخدمه صعيبه ما تتزقاش من طياط والتبراح وتاكل لك الماكله ديال الناس، فيها شويه الخدمه قاصحه. تعجبني بحال كتكون ما بين 400 300 غادي معاه سانسي معاه. تبارك الله جتا هو حشور باش يساعدني الحمار باش كل غادي الخدمة مقنة ما شاء الله. اليوم ان شاء الله راه غادي نطلع على الاتجاه ديال الجبل، غندوز كيما في شهر راه مدة ما مشيت لتمايا، اغلبية ندوز على الفيلاج فين تنسكن تمشي لهذا الاتجاه. اليوم ان شاء الله غادي ندير لهاد الجهة الجبل. حصوص بعد الغنم يبدا يحرك، هاد الحريطة صباليونية قرب عندها صور سبحان الله الحيوان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أحبكم في الله، وتحية الإخوان المغاربة والجزائر وجميع الدول العربية وتونس والخليج والسعودية. تحية الناس اللي في المهجر في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، الناس اللي تما تديروا عليا تعاليق الله يجازيكم بخير، ناس هولندا أمريكا. تحية لكم الإخوان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.